خدت شويه عدس قد كوبايه كده ولا اتنين ولا تلاته، نص كيلو مثلا، لان العدس ده بيبقى عليه جمهور، البصاره عليه عزايم كده، تمام. واحط لها ايه؟ شبت بقدونس كزبره، شبت بقدونس كزبره. وادي نفطر بقى النهارده الست بقى، الفطار اللي متدلع بقى والاجازه والحاجات الحلوه دي. كام فستم كده حلوين وبصلايا، ماشي. والله يا كيكه انا مسامحاكي، يعني اللي حصل لك دوت انا مسامحاكي، مش هزعل منك خالص. وهناخد بصلايا والميه دول كده حلوين معايا. هناخد بقى ايه؟ حوالي على النص كيلو عدس تلات او اربع معالق من الملوخيه، هي اربع معالق قولي من الملوخيه، عايزه على شويه ميه. هخلي الملوخيه تطرى مع حته بصلايه مفرومه مش كبيره برضو، دي جوه ها ملهاش علاقه باللي بره. ووراها الملوخيه اللي انا حطلها شويه ميه. حابب بقى نعناع ناشف ماشي، تبقى تحفه فيها برضو. خلصت 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 خالص. اظبط بقى الايه؟ شويه كمون شويه كزبره ناشفه شويه ملح، اظبطه الكميه كلها، شويه فلفل وبس. خلصت الايه؟ البصاره. طيب نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.